بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. درس جديد من دروس تعلم قراءة القرآن حرف حرف، وكيفية تخليص المفخم من المرقق، وكيفية تخليص الحركات. بداية الجزء السابع، سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ الأقف طبعا الاختبار ستكون هنالك تلاوة كاملة للصفحة في نهاية الفيديو. وَإِذَا المهم عندي عدم اختلاس الحركات وخاصة الكسرة، لا أقول وَإِذَا خطأ وَإِذَا سَمِعُوا كسرة الميم سَمِعُوا كل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين، ضم نضم العين مع أن أخرجها من مخرجها من وسط الحلق. العين عميقة أحبتي في الله. ما حرف المد، أنزل الهمزة. إذن كلمتين مد جائز منفصل، حركتين من الطيب، 4-5 من طريق الشاطبية. أنزل، لا أسحب ضمة الهمزة إلى النون الساكنة، أقول حتى أنه صوت الغنة يختلف كأنه مضموم، فانتبهوا. أنزل هكذا، بارك الله فيكم. إلى الرسول، إلى الرسول، انتبهوا إلى الراء، لا أقول إلى الرسول، عدم تكرير، صفة التكرير تعرف لتوجه تنبه، ولا أقول إلى الرسول، لم أقرع الراء جيدا وكورت الشفتين، ولا يوجد تكوير عندما أنطق أنا الراء، هذه من الأخطاء الشائعة فانتبهوا لها. في كلمة الرسول، بما أنه الراء مفتوحة تكون مفخمة مشددة بالفتح، وجاء بعدها سين مرققة، فهذه السين ممكن أن تفخم، تقول الرسوس، هذا خطأ فانتبهوا أحبتي في الله. الصحيح الرسوس، الرسو هكذا، بارك الله فيكم. الرسول ترى أعينهم، ترى تكلمنا في المواضيع المحاضرات السابقة لما تتجاور التاء مع الراء، الراء مفخمة والتاء مرققة، لا أقول ترى، تا خطأ، تا تا تو تي، يعني هذه أتي بالحركات الفتحة المكسورة المضمومة. ترى أعينهم، ترى حرف المد كما قلت ما أنزل، والهمزة في أعينهم، مد جائز منفصل من مقدار حركتين أو 4-5، قلنا أنه حركتين من طريق من طريق الطيب و 4-5 من طريق الشاطبية. الهمزة والعين تجاورتا في كلمة أعينهم، يجب أن أعطيها حقها، يعني أذهب إلى مخرج الهمزة ثم إلى مخرج العين لأنه متجاور، فيجب أن تكون عميقة. أعينهم ويو هو، الياء والهاء مضمومتان فنضم الشفتين فيها، والميم أحبتي في الله هنا مظهرة في الوقف والوصل. أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. تفيض، الضاد هنا مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة، من النون المفتوحة إلى الدال، لأنه لدينا همزة وصل واللام شمسية، لأنه الدال من الأحرف الشمسية، فانتبهوا. انتبهوا، لذلك من يقلقل الميم الساكنة، الميم من أحرف التوسط للعمر، يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة أحبتي في الله. لا أقول الدمعي، خطأ، قلقلت الميم. الدمعي مما، الميم المشددة الغنة أكمل ما تكون. عرفوا، لا أقول عرفوا، العين مرققة والراء مفخمة لأنها مفتوحة، فأنت تقول عرفوا، خطأ فانتبهوا. ألفاء مضمومة نضم الشفتين، إذن عرفوا هكذا. من الحق، من النون المفتوحة إلى اللام القمرية، لماذا؟ لأنه بعد أحد حرف القمرية الحاء المجموعة في إبغي حجك وخف عقيمه، أقف على قاف لقافين مشددة، قاف ساكنة مقلقلة قلقلة كبرى في آخر الكلام، الحق هكذا، لأنه القلقلة سوف تكون في القاف الثانية المكسورة التي سوف تسكن حال الوقف. يقولون ربنا
آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يقولون القاف مفخمة مرتبة ثالثة. أنا دائما أكرر المراتب علشان ترسخ عندك. القاف مفخمة مرتبة ثالثة، واحفظ الأصوات. يقو ق، يعني القاف المفتوحة أعلاها قاف مفتوحة بعدها ألف، الأقل اللي هي الثالثة مضمومة، وهكذا. ربنا، الراء مفخمة لأنها مفتوحة، راء وليس رو، رو لا تكوير للشفتين. انتبهوا، الباء شديدة مجهورة، معنى شديد أنه لا يجري فيها الصوت، معنى مجهور أنه لا يجري فيها النفس. إذن ربنا، ربنا هكذا لا أخرج مثل حرف البي الإنجليزي، فانتبهوا يكون فيها هواء، والباء ليست من أحرف فحثة وشخص سكت. حرف المد في ربنا والهمزة في كلمة آمنا، إذن مد جائز منفصل حركتين 4-5. ربنا، لا تقول ربنا آمنا فاكتبنا، هكذا تقلل صوت الألفات، فانتبهوا أحبتي في الله. ربنا آمنا مد بدل في كلمة آمنا، ألف ساكن قبل همزة مفتوحة، النون المشددة الغنة أكمل ما تكون. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هنالك من يقول آمنا فاكتبنا، يعني هو جاء في الغنة والتي هي النون المشددة الغنة، بعد ذلك ينبر. أنت عندك غنة خلاص، آمنا فاكتبنا، هذه الكاف ساكنة فيها همس، الخطأ يحدث فيها، إما أن تقلقل فاكتبنا خطأ، أو يبالغ في الهمس فاكتبنا بالغ وهذا خطأ. الصحيح فاكتبنا هكذا، بارك الله فيكم، فاكتبنا، الباء مقلقلة قلقلة صورة في وسط الكلام، ولا تسحب ضمة التاء قبل الباء إلى الباء الساكنة، فانتبهوا بارك الله فيكم. مع الشين تفشي، خطأ، لا تجعل هذه ابتسامة. الشاهدين، الهاء مكسورة والدال لا تختلس الكسرات، لا تجعل غنة في هذه الياء كما قلت في المحاضرات السابقة لمن أراد أن يتخلص من الغنة في حروف المد الثلاثة. يتابع المحاضرات السابقة لأنه كل محاضرة أعيد. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع. أقف للاختبار، انتبهوا، أنا بالنسبة لي سيكون هنالك تلاوة كما قلت في نهاية الصفحة. وما لنا، ولا تقول وما لنا، لا تغير صوت الألف، لا تقلل صوت الألف، بارك الله فيكم، خاصة إذا الألف مسبوقة بميم أو نون، سبحان الله هنا مسبوقة بميم ونون أو هاء، فانتبهوا. لا نؤمن، الهمزة بقفل الأوتار الصوتية ساكنة قبلها مضموم، لا تسحب ضمة النون إلى الهمزة، تقول نؤمن، أنه ضميت الشفتين الآن في الهمزة وهذا خطأ، الهمزة ساكنة فانتبهوا، بقفل الأوتار الصوتية كيف تدورها مينو، ولا أقول نؤمنوا هكذا ضعيفة، أو نقول نؤمنوا قلقلتها، فانتبهوا بارك الله فيكم. بالله مكسور قبل اسم الجلال الله ترقق اللام، وإذا كان مفتوحا أو مضموما تفخم اللام من اسم الجلال الله. وما جاءنا، وما، لا تقول وما جاءنا، في كلمة جاءنا اجتمع حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، مد واجب متصل 4-5 حركات أحبتي في الله. أيضا نا خطأ، نا وما جاءنا من الحق ونطمع، الحق كما قلت لا تفخم الحاء، الحاء هذا الخطأ الحاصل لما تتجاور الحاء مع حرف مفخم كالقاف والراء، فانتبهوا، الراء يفخم طبعا لأنه إذا كان مفتوحا فيقول حرم خطأ، أو الحق خطأ، الحق ونطمع، ونطمع، انتبهوا إلى الطاء والقاف عندما تكون مقلقلة، لا أنسى أن أفخمها مرتبة رابعة مرتبة الساكن، ونطمع، ولا أقول ونطمع، أفخم النون المرققة لأنها جاورت الطاء، فانتبهوا هذا. طبعا وقفت على عين ساكنة وهي في الأصل مضمومة، ونطمع، أي أتم 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 الضم، بعد ذلك أنتقل الكلمة التي بعدها، ونطمع أن يدخلنا، نون يا دائما أقول أنه لما تكون يكون لدينا نون ساكنة أو تنوين ما عدها يا، لا تجعلها تجعل الصوت يا صافية، أي خطأ، أي خطأ، الصحيح أن يدخلنا،
الدال مقلقلة قلقلة صورة في وسط الكلام، ولا تسحب ضمة الياء إلى الدال الساكنة. تقول يودو، ها انتبه، يودو خيل، خطأ، أنت ضممت الشفتين في الدال، إذا ضم ثم يرجع يدخلنا. الخاء مفخمة مرتبة أخيرة مكتبة المكسور خامسة. أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ربنا، الراء مفخمة كما مر معنا في الأعلى لأنها مفتوحة، والباء شديدة مجهورة وهنا مضمومة، نضم الشفتين. ربنا مع القوم، القاف اللام قمرية لأنه القاف من أحرف القمرية، بعدها ابغي حجك وخف عقيمه. القاف مفخمة مرتبة ثانية، الواو ساكنة قبلها مفتوح، واو لين أحبتي في الله، لا تقول القوميص، خطأ، القوم الصالحين، الصا ليس الصو، لا، اعمل الشفتين وانظروا هكذا إلى المرآة وتدربوا عليها، لأنه حتى صوتها سوف يختلف لأنه سوف يكون إشمام ضم. الصو هذا غير صحيح، الصالحين، لحين كسرة اللام والحاء، ونقف المد العرض للسكون بنون ساكنة، حركتين أو ست حركات، لا تجعل غنة في هذه الياء بأن تخفض الفك السفلي قليلا حتى لا يتصاعد الصوت عندك إلى الخيشوم، وتغلق فتحتي الأنف وتتدرب عليها. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خلاص صوتي لأنه لم أسحب، قرأت ولم أسحب نفس، هذه من الأخطاء، انتبهوا لا تخطئوا مثلي، أنا قرأت ولم أسحب نفس، تمام، فانتبهوا. فأثابهم، الهاء مضموم والميم مضمومة، نضم الشفتين، مضموم جاء قبل اسم الجلال، الله تفخم اللام، اتفقنا من غير أن نفخم الميم، لا أقول فأثابهم الله، مو هذه المو خطأ، مو مي مو ما، انتبهوا. فأثابهم الله بما قالوا، بما لا تقلل صوت الألفات، قالوا، القاف مفخمة مرتبة أولى مفتوح بعدها ألف، طبعا هنا نسيت أن أقول الصالحين، صاد مشددة، الصاد الساكنة مفخمة مرتبة رابعة، صاد الثانية مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف، فانتبهوا أحبتي في الله، مع عدم تكوير الشفتين. جنات نون مشددة، غن أكمل ما تكون، أكمل الكسرة، أكمل صوت الكسرة بعدين أدخل في الإخفاء، التنوين مع التاء أذهب إلى مخرج التاء، لا أقول جنات تنتج، هذا الصوت خطأ، هذا اختلاس للكسرة، إذن انتبهوا أحبتي في الله للصح. جنات تجري، أكمل الكسرة ثم بعد ذلك أدخل في الإخفاء، الجيم مقلقلة قلقلة صغرى في وسط الكلام من كلمة تجري، من غير أن أقول تجري، هذا مسك وليس اضطراب في المخرج، فانتبهوا. تجري، الراء مرققة لأنها مكسورة، من كسرة الميم ثم نون تاء إخفاء، أذهب إلى مخرج التاء، انتبهوا، من، أذهب إلى المخرج، أتهيأ حتى إذا وصلت إلى نطق التاء لمست المخرج، من تحتها الحاء، هنالك من يقرأه يقول تحتها تح، هكذا يجعل فيها شحطة، هذه الشحطة غريبة عجيبة، فانتبهوا، الحاء رقيقة لطيفة، تحتها الأنهار، هكذا الأنهار، هنا ممكن يقول الأنهاء، انتبهوا، الأنهار، هكذا بدون تقليل صوت الألف، النون مع الهاء إظهار لأن الهاء من أحرف الإظهار الستة، والراء مفخمة لأنها مضمومة، الأنهار، رو، أضم الشفتين، أكمل ثم بعد ذلك الأنهار خالدين فيها، الخاء مفخم مرتبة أولى لأنها مفتوح بعد ألف، كسر اللام والدال جيدا، فيها كسرة الفاء، لا تقول فيها، فيها خطأ، في، فيها، فيها، ونقف بالمد الطبيعي، مقدار حركتين ألف ساكن قبلها مفتوح. وذلك جزاء المحسنين، وذلك ليس وذلك، جزاء، هذه ألفات غير صحيحة، وذلك جزاء المحسنين، هكذا بارك الله فيكم. جزاء فيها حرف المد وألف والهمزة كلمة واحدة، مد واجب متصل 4 و5 حركات،
الجزاء من الهمزة المضمومة إلى اللام، لأنه لدينا همزة وصل واللام قمرية، لأن بعد حروف القمرية ميم أبغي حجك وخف عقيمه، ميم من عقيمه. الميم مضمومة، الحاء ساكنة، لا تسحب ضمة الميم، لا تقول المح المح خطأ المحسنين. إذن لا نضم الشفتين في الحاء، الحاء يجري فيها الصوت والنفس رخوة ومهموسة. اكسر سينة والنون، نقف على نون ساكنة بالمد العرض للسكون، لا تجعل غنة في الياء. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين اللام اسمية مدغمة مرققة، لا تمسك، لا تطل زمن اللام عن التوسط، لا تقول والذين، هكذا اللي يقصد أن يقول مسك، مسكت اللام، وهذه مشهورة لدى العراقيين يمسكون اللامات. لا تمسك اللامات، لا تعطوها صوت زمن أطول من زمنها. كفروا مرت معنا كثيرا، لا أقول كفروا ورقق الراء لأن الكاف والفاء مرقق، أو أقول كفروا أفخم الكاف والفاء لأن الراء مفخم، كل نعطيه حقه. أو لا أقول كفروا، ك أجعل هذه الاستفالات أو ابتسامة في الفك علشان أنا تستفل عندي الكاف والفاء. لا، ك ف تبهوا، ك ف رو، كفروا كفروا وكذبوا. الذال أحبتي في الله لا تخرج معها هواء، ليست من أحرف حث أو شخص سكت، فأنت تقول وكذ هذا هواء مع الذال، وهذا ليس صوت الذال الصحيح، الذال فقط رخوة. ودائما أقول أنه وضع هكذا الأصابع مقابل الفم إذا أحسست بالهواء، هذه ذال خطأ، وتدرب عليها حتى تقطع تماما الهواء ويخرج معها صوت صافية. وكذبوا ضم، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة. وأنصح المعلمين إخوتي أحبتي في الله، فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاه بالضم كن محققة، فأنت انتبه، يجب أن تحقق هذا الأمر. بآياتنا، مد بدل أولا، ألف ساكن قبل همزة مفتوحة، تينا، هنالك من يقول بآياتنا، يجعل همس في هذه التاء كثيرا، الهمس لا يعدم في التاءات المتحركة ولكن يكون لطيف أحبتي فانتبهوا. بآياتنا حرف المد، أولئك الهمزة مد جائز منفصل بمقدار حركتين أو أربعة خمسة، قلنا حركتين من طريقة طيبة وأربعة خمسة من طريقة الشاطبية. بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أولئك، هذه الواو والصفر المستطيل فوقها تكتب ولا تلفظ، خطأ أن تقول أولئك خطأ، هذه فقط همزة مضمومة، فأولئك وحرف المد والهمزة في كلمة أولئك مد واجب متصل. أصحاب، الهمزة مرققة، الصاد مفخمة مرتبة رابعة لين ساكن، فأنت تقول خطأ أصحاب، خطأ أصحاب هكذا. والصاد من أحرف الصفير يجري فيها الصوت رخوة ويجري فيها النفس مهموسة. أصحاب البل، ضم الباء ثم بعد ذلك إلى اللام القمرية من كلمة الجحيم، لأنه لدينا همزة وصل. لماذا اللام قمرية؟ لأنه بعدها الجيم من أحرف القمرية، أبغي حجك وخف عقيمه. الجحيم، كسرة الحاء وخاصة بعدها ياء، أقف على ميم ساكنة بالمد العارض للسكون بمقدار حركتين أو ست حركات. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، أحل الله لكم، انتبهوا عليها ولا تعتدوا، أسنجي عليها. يا حرف المد، أيها الهمزة، اتفقنا كلمتين مد جائز منفصل حركتين أربع خمس حركات. الياء المشددة في كل القرآن ياء فيها نبر، وأسمع أيها، لا أقول أيها، كأنه تختفي عندي صوت الياء الساكنة الأولى من المشدد، فانتبهوا. أيها الذين، اللام اسمية مدغمة مرققة، اكسر الذال جيدا. آمنوا مد بدل حرف ألف ساكن قبل همزة مفتوح. لا تحرموا، الراء مرققة، انتبهوا أحبتي في الله، ولا أقول تحرموا، لا أكرر، أو تحرموا تفخم، الراء مرققة، تحرموا، وبعدها طيبات الطاء مفخمة مرتبة ثانية مفتوح، تقول خطأ لا تحرموا طيبات،
فخمت الميم من كلمة تحرم، ولا علاقة لها أصلا مع، يعني ليست الطاء موجودة فيها، بل هي في كلمة أخرى مجاورة لها، فلا تفخموها وانتبهوا لهذا الأمر. طيبات، طاء مفخمة كما قلت، الياء مشدد النبر فيها، وأسمع صوت الياء الساكنة أهم شيء. طيبات شي مرت معنا بآياتنا، لا تهمس هكذا، وهذا الهمس المفرط في التاء المتحركة وخاصة المكسورة. ما أحل الله لكم، ليش رجعتها بالبداية يعني؟ لأنه هنا اللام مع اللام، لام قمرية، عفوا، لام مرققة ولام مفخمة من الله، فانتبهوا لأنها مفتوحة، فسأفخم اللام من اسم الجلال الله، فأقول خطأ ما أحل الله، أو حتى أقول أحل، أفخم الحاء، فانتبهوا، الله يبارك فيكم، اللام مرققة من كلمة أحل، واللام من اسم الجلال المفخم، ما أحل الله لكم، هكذا بارك الله فيكم. في كلمة ما أحل الماء، كلمة الهمزة أحل كلمتين، إذن ما جائز منفصل حركتين، 4 5. لكم الكاف مرقق، لا تقول لكم والميم مظهرة، لكم ولا، وخاصة بعدها الواو، واحذر لدى واو وفاء تختفي، لكم ولا تعتدوا، العين الساكنة خطأ فيها قلقلة أو عائمة، تقول تعتدوا خطأ، تعتدوا خطأ، إذن تعتدوا، انتبهوا عليها بارك الله فيكم. ونقف بما الطبيعي، إذا استمر سوف يكون لدينا حرف المد في كلمة ولا تعتدوا، والهمزة في كلمة إن، فيصبح لدينا مد جائز منفصل حركتين 4 5. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، العين من المعتدين نفس العين، ولا تعتدوا، إن الله، النون الغنة كما تكون مشددة، والهمزة المكسورة قبلها لا تجعلها يا، إن خطأ، لا تمطوها، إي انتهى دورها، إن الله لا يوحي، يو نضم الشفتين، يوحي كسرة الحاء لا تختلس، يحب المعتدين، من الباء إلى اللام القمرية لأن لدينا همزة وصل، لماذا اللام قمرية؟ لأن الميم من الأحرف القمرية، والعين كما قلت فيه، ولا تعتدوا، نقف بالمد العارض للسكون. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، وكلوا نضم الشفتين، مما كسر الميم الأولى والميم الثاني مشدد الغنة أكمل ما تكون، مما وليس مما، تبهوا هذه الأصوات تخلصوا منها إن كانت لديكم، رزق، الراء والقاف مفخمة، الراء مفخمة لأنها مفتوحة، والقاف مفخمة مرتبة ثانية من أحد حروف الاستعلاء، ثانية ليش؟ لأنها مفتوحة. الزاي مرققا حصلت بين مفخمين، فلا أقول رزقكم، خطأ، رزقكم، والكاف والميم مرققة ومضموم قبل اسم الجلال الله، تفخم اللام، ثاني وفخم الكاف واللام، فتصبح كلمة رزقكم الله كلها مفخمة، فانتبهوا أحبتي في الله، هذا خطأ، إذن رزقكم الله، هكذا خلص المفخم من المرقق. حلالا، ما هذا؟ تنوين مع الطاء إخفاء، غنة الإخفاء مفخمة بحسب مرتبة الطاء، مرتبة ثانية مفتوح، والياء مشدد غنة، عفوا الياء مشددة فيها نبر، فننتبه لهذا الأمر، ولا أكتم صوت الياء الساكنة من الياء المشددة، أقول طيبة طيبة، اختفى عندي الصوت، فانتبهوا، طيبة، هكذا أسمع صوت الياء، وأعيد مرة أخرى الغنة، حلالا طيبة، أذهب إلى مخرج الطاء، أتهيأ وأنا في الإخفاء لنطق حرف الطاء، أقف بمد العوض، طيبا طيبة، استمرنا في القراءة، تنوين مع الواو، إدغام بغنة، لأنه الواو من أحرف الإدغام بغنة، ينمو، طيبا واتقوا الله، تمام، واتقوا، قاف مفخم مرتبة ثالثة، ومضموم قبل اسم الجلال الله، تفخم اللام من اسم الجلال، واتقوا الله الذي، أنتم حرف المد في الذي، همزة أنتم كما سمعتم، مجاز منفصل حركتين 4 5، اللام اسمية مدغم مرققة، والذالك مكسورة، لا نختلس الكسرة، الذي أنتم به مؤمنون، أنتم نون تاء، ذهب إلى مخرج التاء، ميم باء إخفاء شفوي، وهنالك من يجعل فرجة،
ولديه دليله، وهنالك من يطبق بلا كز ولديه دليله، وكل حسب شيخه. لا فريق ينكر على فريق وتسوون مشاكل، الله يرضى عنكم. أنتم به مؤمنون، هنا به مؤمنون مدى صلة صغرى بمقدار حركتين. مؤمنون، لا تسحب ضمة الميم إلى الهمزة الساكنة، تقول مؤمنون خطأ، ضممت الشفتين في الهمزة الساكنة، إذا يجب أن تخلص مؤمنون، ولا تجعلن في هذه الواو كما دائما أذكركم بها. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن لا انتبهوا، نضم الشفتين ثم بعدين مد بدل ألف ساكن قبل همزة مفتوحة، يؤاخذكم، الخاء مفخمة مرتبة أخيرة خامسة، ذوكومو مرققة، ذوكومو على سن، أنا ليش أنا سويت أبو حدها على مود، لا تقول ذوكومو الله، لأنه ميم مضمومة قبل اسم الجلال الله، تفخم اللام وتفخم الميم وتفخم الكاف خطأ، الذال والخاء والكاف والميم مرققة، الخاء مفخمة ومرتبة أخيرة، تمام؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، باللغو أيضا اللام المشددة لا تطيل زمنها توسط ولا تمسكها كثير، اللغو غين يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس، إن أجريت فيها نفسا أشممتها خاء، الخاء مجاورة للغين في المخرج أدنى الحلق، ولكن يجري في الخاء النفس والصوت، هنا الغين لا، باللغو هنا، هناك من يقول باللغو في، لا أكمل كسرة الواو، باللغو في هكذا، وي باللغو في أيمانكم، انتبهوا أحبتي، ولا أيمانكم يا أولين، بس قبل هذا في حرف المد الهمزة كلمة ثانية أيمانكم، إذن صار عندنا مد جائز منفصل أربع حركتين، أربعة خمسة، عرفنا حركتين من الطيبة وأربعة خمسة من الشاطبية، أيمانكم يا أولين، أيمانكم لماذا تنبر يا أولين، أيمانكم، ولا تقول أيمانكم، لا تقل صوت الألف الذي بعد الميم، نيكم النون مكسورة والكاف مضمومة ولا تفخم الكافات، أيمانكم ولكن ميم مظهرة جاء بعدها واو، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، نون يا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يؤاخذكم مرت معنا بس أنبه، نون يا لا تقول ولكن جعلتها يا صافية، ولكن صحيح، ولكن يؤاخذكم بما، ميم مع الباء إخفاء شفوي من غير كز يكون صوت لطيف جدا لكي لا يصير مشوه، بما عقدتم الأيمان، لا تقول بما عقدتم، عندك فقط القاف هنا هي المفخمة مشددة ساكن مفخم مرتبة رابعة، البعد ثاني لأنه مفخم مرتبة ثانية مفتوح، فأنت تقول خطأ عقو عقو خطأ ع ع، بما عقدتم تُمُ الأيمان، التاء أدغمت في الدال، أدغمت في التاء، إدغام ماذا؟ إدغام متجانسين من نفس المخرج اختلفوا في الصفات، من نفس المخرج اختلفوا في الصفات، الأيمان يا أولين انتبه عليها، ساكنة قبلها مفتوح، ونقف على نون ساكنة، فكفارته إطعام عشرة مساكين، فكفى ف مخرج الفاء ضعيف يحتاج الى هواء وصوت حتى اسمع صوت الفاء، والراء مفخمه لانها مفتوح، وهنا لدينا مد صله كبرى لانه جاء بعدها همزه، فكفارته اطعام، اطعام الهمزه مكسوره انتهى وليست مفخمه، والطاء مقلقله قلقله صوره في وسط الكلام، واعطيها حق التفخيم مرتبه رابعه، إطعام عشرة مسا، هناك من يقرأها عشرة خطأ، عشرات انتبهوا، عشرات عشرة مساكين، أرى مفخمة من كلمة عشرة لأنها مفتوحة، من أوسط ما تطعمون أهليكم،
لاحظتم كيف نون همزة إظهار، وكيف أنه أوساطي، لم أقل أوساطي الذي أسمعه من بعض الطلبة يفخم هذه الصاد التي جاورت الطاء المفخم مرتبة أخيرة فيشممها صادا أو يجعلها صاد، يقول أوساطي، يعني فخم الهمزة والواو والسين، الهمزة والواو والسين مرقق، والطاء مفخم مرتبة أخيرة، الواو لين ساكنة قبلها مفتوح. أوسطي ما تطعمون تطعمون تطعمون، هاي كررتها 3 مرات حتى أنت لا تفخم التاء، توط توط تجعلها طاء، والطاء مقلقلة قلقلة صغرى، ولا تسحب ضمة الطاء، ضمة التاء إلى الطاء، فانتبه، الطاء ساكنة عين مكسورة. أهليكم، الهاء باهتزاز الأوتار الصوتية في منطقة أقصى الحلق، فانتبهوا لا تخرجوها هاء صدرية أو من الرئة. أهليكم، هذه هاء غير صحيحة بها هزة. أهليكم، كاف مرققة ميم مظهرة. أهليكم أو كسوتهم أو ميم مظهرة، اسمعوا، أو كي كسرة الكاف، أو كسوة سين يجري فيها صوت والنفس، كسوتهم أو ميم مظهرة، أو واو لين، أو واو لين، أو تحرير رقبة، راء الأولى مرققة لأنها مكسورة، راء الثانية من تحرير مفخمة، والراء رقبة مفخمة لأن هذه مضمومة وهذه مفتوحة، فننتبه، والقاف مفخمة مرتبة ثانية من كلمة رقبة، ليش؟ لأنها مفتوحة. أو تحرير رقبة، إذا مضمومة ضم الشفتين، ورقبة رقبة، أقف على هاء ساكنة إذا يجري فيها الصوت والنفس من منطقة أقصى الحلق. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فمن لم، نون لام، ناكل النون لأنه يدغم بغير غنة عند اللام وعند الراء، فمن لم يجي كسرة الجيم، لأنه خاصة كلمة يجد تختلس عند كسرة الجيم، يجد هكذا، بارك الله فيكم، دال مقلقلة وسط الكلام راح تكون فإذا صغرى، لم يجد، فمن لم، ميم مظهرة، فمن لم يجد فصيام، صاد مفخم مرتبة أخيرة، فأنت خطأ تقول فصيام، فخمت الفاء لأنها جاورت الصاد، فانتبهوا أحبتي في الله، لا تقول فصيام، لا تقل صوت الألف. 3 أيام، يا مشددة فيها نبر، انتبهوا هذه مهمة، وأقف على الميم الساكنة، وطبعا أيام مد عرض السكون، استمريت سيكون لدي تنوين مع الذال، إخفى، أذهب إلى مخرج الذال، أتهيأ نطق حرف الذال، أيام، اكسر بعدين ادخل في الإخفاء، مي، أيام ذلك كفارة أيمانكم، ذلك وليس ذلك، ذلك كفا، فا أريد هواء وأريد يعني همس وأريد رخاوة جريان الصوت، كفارة را مفخمة، كفارة أيمانكم، والتاء هنا المربوطة مرققة، فانتبهوا لا تكفارة خطأ، كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أيمانكم يا أولين، ولا تقول أيما، لا تقل صوت الألف، أكسر النون والكاف مرققة، الميم مظهرة، أيمانكم إذا، أسمع صوت الميم مظهرة، إذا حلفتم واحفظوا، استمريت أنا ميم مظهرة، وإذا وقفت حلفتم، ميم مظهرة، فا ساكنة، وتتجلى الصفات في الحروف الساكنة، إذا أريد هواء وأريد جريان للصوت، حلفتم تو، نضم الشفتين ووقف على ميم ساكنة مظهرة، واحفظوا، هناك من يقول واحفظوا واحفظوا، طبعا هي بعيدة عن الظاء، وأنا فخمت الواو والحاء، فانتبهوا، واحفظوا خطأ، واحفظوا فا فا وليس فا، الظاء مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة، حرف المد في الواو والهمزة في أيمانكم، مد جائز منفصل حركتين 4-5، واحفظوا أيمانكم، انتبهوا أيمانكم هنا، هنا أيمانكم الأولى جاءت مكسورة، وهنا طبعا هنا باللغو في أيمانكم مكسورة،
وجاءت أيضا هنا أيمانكم مكسورة. هذه الأخيرة جاءت أيمانكم، النون مفتوحة، فننتبه عليها أحبتي في الله علشان الحفظ، لكي لا تحفظوا خطأ. أيمانكم، أيمانكم، لا، في الأخيرة أيمانكم، والياء اللي ننتبه عليها من مظهرة في الوقف والوصل. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. كذلك، ليس كذلك، لا تقل صوت الألف، يبين، ياء مشددة فيها نبر، أسمع صوت الياء الساكنة والياء المكسورة. يبين الله، نو الله، انتبه، ليس نو الله، نو، نون مرققة ومضمومة نضم الشفتين فيها، فإذا بما أنه مضموم قبل اسم الجلال الله تفخم اللام. لكم كاف مضمومة نضم الشفتين ومرققة، ميم مظهرة، لكم اسمع الميم مظهرة، لكم آياته، مد بدل، ألف ساكن قبلها مفتوح، همزة مفتوحة، هنا لدينا مصيرة صغرى، آياته، ليس آياته، لا تقل صوت الألف، هذا خطأ، آياته لعلكم تشكرون. لعلكم، أطلت زمن اللام وأصبح رخو ومسكت وهذا خطأ، فانتبهوا، لعلكم، ميم مظهرة، لعلكم تشين تفشي، تتجلى الصفات في الحروف الساكنة، تشكرون، كو وليس كو، لأن جاورة الراء المفخم، لأن مضمومة الراء فمفخمة فتفخم الكاف، هذا خطأ. ونقف بالمد العارض للسكون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ما كان من توفيق وصواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله لي ولكم. كان معكم دريد إبراهيم المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة،
فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.